الخبير الاقتصادي، اهلا بحضرتك معايا. ويا دكتور، هي مصر خسرت قد ايه؟ مصر خسرت كتير، انما الفرق بيني وبين تركيا ان انا ما عنديش شفافيه كامله، ما عنديش معلومات. كل الدوله ما تكون ناميه اكتر ما يبقاش عندها معلومات اكتر. قانون المعلوماتيه دخل 3 دورات مختلفه البرلمان وما جاش عليه الدور عشان مش مهم، لانه الدول العالم الثالث ما بتهتمش بالارقام، فدي مشكله. عشان كده ما فيش رقم معلن. بالاضافه ان احنا عندنا مشكله فرعيه، ان المسؤولين عندنا متصورين وكانه عيب ان احنا نقول الارقام كبيره قوي فبنداري. اداري ليه؟ ابقى واضح. يعني اردوغان رغم انه ابن 60 في 70 وعمال يدي ناس بالبرتوشه القديمه، ومع ذلك بجح وبيقول ايوه بقى بدار رجال اعمال. من امتى في الترك في الكام يوم دول؟ ده انت بعديها بيومين كان قابض على 3000 قاضي في يومين. ادركت ان دول كانوا وحشين، غير المدارس، غير غير غير. الاجمل مني الاسبوع ده قبض على 6 من اكبر رجال الاعمال في تركيا. اذا انت بتضرب الاستثمار، انت بتضرب التنميه، بتضرب التقدم. ايوه، هو ما يهموش المستقبل، هو يهمه النهارده امن سلطاتي. علشان كده تعال شوف احنا بقى في مصر عملنا ايه. احنا للاسف الحكومه اللي عندنا كانت خايفه ومرعوبه، بالذات بعد 25 يناير، كانت خايفه ومرعوبه من كل حاجه. خايفه من الالترس، وخايفه من العمال، وخايفه من الطلبه، وخايفه من الراي العام، وخايفه من بتوع حقوق الانسان، وخايفه من وخايفه من. الحكومه المرعوبه ما تاخدش مواقف. فده اللي زود الهوه وخلى الناس طاحت. تعالي نتكلم بصراحه، الناس اللي عملت الارهاب وقتلت ولادنا وسفكوا دم ولادنا، كام واحد منهم معدم لغايه دلوقتي؟ مفيش. كام واحد صدرت ضده احكام نهائيه لغايه دلوقتي؟ متشكرين في 5 6 سنين. اما هناخد موقف امتى؟ فده طمع اخرين يسيروا على نفس الضرب. انا متشكر جدا سيناء اللي يطلع هجر مجموعه الناس دول في اماكن محترمه بدائل البدو، واللي يقب راسه واللي تطلع راسه اطيرها له. لو عملت ده كله هيلم نفسه، انما الادب الشديد والخوف من حقوق الانسان وخوف من ومن ومن هو اللي كبر الفاتوره، هو اللي عظم الفاتوره. انت في وقت من الاوقات الحكومه خايفه برضه تتصدى حتى للوجاب بتوع الالترس، خايفه من كل حاجه. ما ينفعش الكلام ده. لازم اقول انا دوله، كرامتي اهي، هيبتي اهي، قوتي اهي، واترجم ده الى واقع. احنا لا زينا رجال اعمال ولا ولا ولا. بالعكس، الحكم السنه الوحيده اللي حكم فيها الاخوان هاجر من مصر 14.3 مليار دولار من رجال اعمال ومستثمرين، لانهم كانوا خايفين على نفسهم. الضمانات ايه؟ مفيش. لا انا عاوز اسمع الرقم تاني بعد اذن حضرتك. 14.3 مليار دولار. لما الراجل حاكم الامارات المحترم بيقول على قد ما احنا زعلانين اللي بيحصل في مصر، ساعتها يعني حكم الاخوان، على قد ما احنا زعلانين اللي بيحدث في مصر، انما احنا سعداء، احنا جالنا منهم 8 مليار جم استثمروا عندي في 8 مليار دولار جم استثمروا في الامارات. وبالتالي النهارده انت تعالي شوفي السنه اللي حكم فيها الاخوان على سبيل المثال معدل النمو كان كام؟ كان 1.8%، 1.8. احنا السنه دي زعلانين عشان هنحقق 4.2. اذا رغم كل الظروف دي لا، واقفين وبنبني وبنتحرك وبنتقدم. معدل البطاله اللي كان وصل 14% السنه دي بقى وصل الى 12.3، وزعلانين رغم ان في دفعتين اتخرجوا وكل دفعه بتتخرج فيها 750 الف ما بين دبلومات وبين تعليم متوسط تعليم عالي. ومع ذلك بنعمل نقله، زي ما الزميل اللي اتكلم قبل كده قد ايه عملت طرق، 7 مدن جديده، اسكان شعبي واجتماعي، عاصمه اداريه جديده، 200 مليار عشان الشباب يعملوا مشروعات صغيره متوسطه 5%. الله، دي دوله ما عندهاش مشاكل ملحه رغم الازمات دي. فلما يجي حد يقول لي انت عندك مشكله اقتصاديه، اقول له لا، انا كان عندي مشكله نقد اجنبي، ما عنديش مشكله اقتصاديه. الدوله اللي بتصرف 400 مليار جنيه علشان الكهرباء ما تقطعش على الناس في الصيف، وشايفين كلنا بيوتنا ما بتتسعش عليها الكهرباء ولا المصانع ولا ولا ولا. ده قدرنا نعمل ده ازاي يا دكتور رشاد؟ ازاي مصر يعني بتحاول انها تتعافى من خسائرها ومن التخريب اللي تعرضت ليه؟ الحق يتقال للاسف، انا وانا بقول الكلام ده مش سعيد بيه، ان الحكومه ضعيفه ومتخلفه، انما الرئيس متحرك. الرئيس موجود بعد ما استلم بقالي من شهر، فاجئنا بان لازم عندنا قناه السويس جديده. شهر تاني لقيته بيقول لا، لازم الاسكان الاجتماعي المصري يعمل 1 مليون وحده. شهر ثالث بيقول المزارع السمكيه، و شهر رابع الانفاق، وكل شهر بيفاجئنا بحدث. اذا الرئيس متقدم كتير عن الحكومه. الحكومه بقى وانت بتتكلمي عن الشفافيه يطلع لك وزير يقول لك انه
مفيش اي شروط لصندوق النادي الدولي. يعني ايه ده؟ انا بقول لك يا سياده الوزير، انت شخصيا لو رحت تاخد قرض 10000 جنيه من البنك اللي تحت بيتك هيقول لك اديني ضمانات. فما تيجي تقول لي بقى ناس هتديك 12 مليار ومش طالبين منك اي شروط ولا اي ضمانات، اقول لك انت بتهزر بقى يا سياده الوزير. لما يجي وزير يقول لك ان احنا هناخد 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي واحنا حاليا مديونياتنا 53 مليار، يبقى المجموع كام؟ يبقى المجموع زي ما هو. ال 4 مليون دول لن يزيدوا من مديونيتنا. الله، ليه؟ هتحطهم في ايه؟ في التلاجة؟ الله. ما تقول كلام برضو تحترم عقل الشعب المصري، لان انعكاسات هذه المباحثات هتنعكس على المواطن المصري. فلازم نبقى نواجه الشعب المصري عشان يكاتف ويؤازر الحكومة ويسندها. الشعب المصري شعب محترم، لما بيلاقي الموضوع فيه أزمة بيقف جنب دولته جنب حكومته، بدليل الأحداث الخمس سنين دي والبهدلة اللي بهدلناها. شفت واحد من الشعب المصري المحترم، مش إياهم اللي بياخدوا عمولات واللي بياخدوا أشياء من دول تانية والناس دي الهجاصة ديت؟ لا، الشعب المصري المحترم وقف جنب دولته وهيقف جنب دولته، ومحتاجين يقف جنب دولته الفترة الجاية أكتر. وبقول للشعب المصري من فضلك لما يسكن واحد قدامك وشايف تحركاته مشبوهة، ما هوش عيب وما انتش جاسوس انك تبلغ الدولة. ليه؟ لانه اول ما هيهاجم هيقتل ولادك. فلازم كلنا نتكاتف ونقف جنب دولتنا. طيب. ودولة بتبني أكيد. ودولة عظيمة وشعب محترم وهتقدر تحقق انجاز. دكتور رشاد، لو قارنا الوضع في تركيا، الوضع الاقتصادي في تركيا والوضع الاقتصادي في مصر دلوقتي، شوفي اكون صريح معاكي، اردوغان حتى قبل الانقلاب عمال يقطع النت على الناس، وعمال يقطع الفيسبوك، وعمال يعمل التويتر، وعمال يعمل الكلام ده كله، والناس بتنتخبه. ليه؟ لانه نجح في حاجه واحده، نجح في المشكله الاقتصاديه، خلق فرص عمل للناس. السياحه السنه اللي فاتت جايبه لتركيا 63 مليار دولار، بينما احنا جايبين لنا كام؟ 4.25 مليار. شوف الفجوه قد ايه. فعشان كده اكبر صدمه بالنسبه بعد الانقلاب، بلومبرج اول امبارح بتقول في الشهر اللي فات السياحه انخفضت ب 42% في تركيا. طبعا لازم تنخفض، السياحه عايزه امن وامان. انا بروح حته عشان انا مبسوط فيها، يوم احس ان انا ممكن اتقتل، يوم احس ان في مشاكل، يوم احس ان في قلق، متشكرين. فده مؤشر زي ما قلت لك لما يقبض على رجال اعمال و طبعا بلوى. انما احنا بعد 25 يناير نكون صراحه واضحين، انت قبل 25 يناير بشهر واحد كانت وكاله ستاندرد اند بورز ووكاله فيتش للتصنيف الائتماني بتقول ايه؟ بتقول خلاص مصر وصلت لمرحلة لن تستطيع معها انها تسدد الديون اللي عليها. مصر ما فيش قدامها غير طريق من اثنين، يا الافلاس يا ثورة الجياع. شوف شكلها وصل لفين. انت النهاردة بعد 30 يونيو عملتي نقلة. صحيح العرب اخواننا واصدقائنا واشقائنا، بس ليه رجع الكل؟ اصل حضرتك بس جيت لي على كلمة ترددت يعني في الاونة الاخيرة، كلمة افلاس. هل احنا مقبلين على افلاس؟ لا خالص. امتى الدولة تفلس؟ زي الشركة ما بتفلس. لما الشركة تفلس بتفلس امتى؟ لما يبقى عليها التزامات مالية وما تقدرش تسددها. تعرف احنا في بعض المسؤولين يعني جه على لسانهم تصريحات من هذا القبيل. مين؟ في بعض المسؤولين. لا لا، دول ناس هجاصين، لان دول ناس مش فاهمين. واحنا اتبلينا بعدد من الوزراء في المجموعه الاقتصاديه الخايبين اللي مش عارفين واللي مش فاهمين واللي رئيس الوزراء اخطا ان جابهم لنا. يعني لما يقول الوزيره تقول الكلام دوت ولا وزير يقول الكلام ده، انا بقول انت راجل خايب. لان امتى الدوله تفرز؟ زي ما قلت لك لما ما تقدرش تسدد عليها. عارف احنا في شهر جولاي يوليا اللي خلص اول امبارح ده مسددين كام؟ مسددين لقطر مليار، ومسددين لنادي باريس 772 مليون. 2 مليار مسددينهم. نعم. ما خشناش، ما خفناش، لان احنا ناس ملتزمين ومحترمين وعاملين جدوله لاي التزامات علينا. فعمر ما جاء في يوم ولا هيجي في يوم التزام علينا مش هنسدده. فعشان كده بقول لا وبطمن الشعب المصري. علشان كده برضو لازم نبقى عارفين وبشفافيه كامله. لما يجي وزير النهارده يقول لي المباحثات بتاعه الصندوق مباحثات مش سريه، قول لنا بتوصل لفين. يا ريت بعد ما تخلص 15 يوم تكشفنا وصلت لفين. يا ريت الجلسه اللي هيتناقش فيها هذا القرض في البرلمان تتنقل على الهواء، ملوش لازمه بقى مساله التقميه، لان زي ما قلت لك كل ده انعكس على المواطن المصري. والمواطن المصري مواطن محترم هيقف جنب بلده، هيساند بلده طالما حس ان في جديه وبتشركه معها في القرار وتبعاته. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، والنهارده